بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا بكم يا شباب في هذه اللعبة. هذه اللعبة فكرتها كيف؟ تعتمد شنو؟ الأخطاء. شوف، الثلاث قلوب لك ثلاث محاولات تخطأ بس، بعدين تنتظر 10 دقايق وده بس. اللعبة جدا جميلة. أفكارها شنو؟ فكرتها انك تمر على مربعات صناديق تحت رجولك خضر، تسقط هذه الصناديق لين توصل الى صندوق، الصندوق اللي فيه عليه القفل، ولازم تكون مقابل القفل. يعني شوف الحين انا ببتدي لاني بديتها اول البداية، وابيكم بالتفكير وياي. بديتها اول البداية، شوف الفكرة جدا جميلة حلوة وفكرة جميلة. طبعا مثل أي لعبة تبتدي من السهل إلين الأصعب. شفت الصندوق اللي دست عليه الحين راح، وهذا بعد، وهذا الحين هذا بس ما بقى قدامه القفل. بس لأنها اللعبة الأولية يعني، وهو المفروض يصير من ذيك الجهة القفل. طبعا هنا شوف الفكرة جدا جميلة. الحين هذا اللي عدينا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية لازم أنت تفكر فيها، لأني أنا لاعبها الخطوة الثانية بعد أهم جبتها، لأني إذا رحت هنا ما بقدر أوصل للمربع قبال القفل. المفروض أجي من هنا، أوكي، بعدها أمشي منه، بعدها أمشي هنا، بعدها أمشي منه. مثل ما قلت لك، من الأصعب، من الأسهل للأصعب. شوف، وحركات يعني جدا جميلة، فكرتها حلوة لا بد تمر عليهم حق تسقطهم. شوف الآن وصلنا إلى مقابل القفل. طبعا يعطونك، هم شو أقول لك، يعطونك شو اسمه ذا. خلنا نروح منه بس على اساس يمشي، نرجع ثانية. يعطونك اللي هو صناديق تدوس عليها بحيث انك مسموح ترجع لها. يعني شوف مثلا الحين هذه الخطوة الثالثة، شوف هاك، هذه مسموح لك انك تدوس عليها، اوكي، هذه الخطوة الثالثة. بس شلون الآن خلينا نفكر شلون نحلها. يعني إذا رحنا هنا المفروض نجي ندوس على هذه هنا، يلا خلينا نجرب هذه، خلينا نجربها يعني محاولة واحدة. شوف، أتوقع نمشي هنا، نمشي هنا منه، نرجع هنا على هذه، نجي هنا. تجي تتوقع لو مشينا منه بعدين بنمشي من هنا ما بنقدر نرجع ثانية. لاحظ، لا نقدر. شلون نحاوط عليها؟ خلنا نحاوط على هذه، ما ندوس عليها. انتبه، شوفوا، لا ده والله اقول لك الفكرة انها صعبة يعني. بس خلنا اشوف، احاول بحيث اني اشوف، لان هم اذا جيت هنا ما رايح اقدر اروح من هناك. اشوف، اجرب فكرتي شلون. ايه، لان ما تقدر تروح هناك يعني، الحين دست على هذا خلاص.
الحين بمجرد ما تدوس على هذا ما بتستطيع تمر على، خلنا نشوف نخلي واحد نشوف نجرب كنا يقبل، ولو اني اتوقع انه ما يقبل بس خلنا نجرب نخلي واحد حسب. شوف ما يقبل، ليش ما يقبل؟ خلاص خلنا نعيد المحاولة، إعادة المحاولة. يس طبعا هذا الشيء بفقد شنو؟ بفقد قلب واحد الحين. خلني بلوح بلوح هذا وبرجع ثاني خلاص. هي على اساس اقدر ارجع له، شوف لان من ساعه مريت عليه. شوف الان الفكره شن هي، لاحظ شوف هاك، شوف النسبه يعطونك اياها فوق هاك، كم يعني كم عدد اللي لحت الآن؟ لازم تلوح تمر على 21 مربع. يعني الآن أنا مريت على 18 19 20 21. ها خلنا نشوف انفتحت لي هذا المحاولة الثالثة. تابعونا في الفيديو الجاي. طبعا فكرة اللعبة لازم الحلو فيها انك تفكر، يعني الحلو فيها انك تفكر. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.